النادي الاهلي فاز بالبطوله ال 12 اتفرجت عليها هنا اعتقد. اتفرجت كان تاني يوم بوصولي. البطوله مهمه جدا. هل من الممكن ان انا اتكلم في فنيات في مثل هذه المباريات؟ يعني انا لسه بقول لك امبارح على مباراه ريال مدريد وبروسيا اول قلت لي يعني احنا كلنا عارفين ان مش مهم الناحيه الفنيه عامله ازاي. على الجانب الاخر برضو الاهلي والترجي مباراه مش ممتعه ولا حاجه، ولكن في النهايه استطاع النادي الاهلي ان يفوز. لو ينفع نص صفر كنا قلنا ماشي. يعني انت ذكرت حاجه برضو وانا قاعد بتفرج على بدايه البرنامج، مين فاكر اللي حصل في البطولات اللي قبل كده؟ ولا حد فاكر حاجه، مفيش حد يفتكر احنا بس اللي فاكرين. يعني تفتكر حاجه واحده بس، التاريخ كتب ايه؟ كتب البطوله ال 12 ولا ما كتبش البطوله ال 12؟ كتب البطوله ال 12 صح ولا وجماهير الاهلي بطوله بال 13 بيفتكر. ممكن افتكر اللي جاب الجون بتاع ال 11، لكن مين اللعيبه اللي كانت بتلعب مش هقدر اجمعهم كله. اللي قبلها مش هقدر اجمعهم كله. صحيح. لكن 11 معروف ان احنا خدناه، 12 معروف ما تقدرش تمحيها اصلا، هتمحيها ازاي؟ ففي مباراه يا كابتن اسلام تكسب ولا تلعب. يعني هو الراجل بصراحه بيدير المباراه بشكل، يا جماعه احنا عاجبك كولر طبعا يا كابتن، راجل ماسك منتخب قبل كده وماسك فرق وعامل نتائج وشال طلع منتخب من حضيض بقى خلاه في الحته المحترمه يعني في حته في موقع محترم. لا مش معقول يعني ان الراجل ده وصل للمكانه دي من هباء كده، الفراغ يعني الفراغ. لا هو مدرب كبير ومدرب هو عارف بيعمل ايه. ناس كتير تقعد، احنا المشكله ان احنا بينا كلنا محللين، احنا مش عايزين نستمتع بالكره، لا احنا عايزين نحلل. صح. طب حلل يا عم بقى، خلاص انت خلاص حلل انت. انت تفتح الفيسبوك تقرف، تفتح الانستجرام تفتح اي سوشيال ميديا يا جماعه ما تستمتع زي ما الناس بره بتستمتع. شفت الناس امبارح ده فرحان وده فرحان، واحد كسبان وواحد خسران، لكن ده فرحان وده برضو رايح يستمتع. نهائي اوروبا هو عايز بس يتصور في نهائي اوروبا، ان الكاميرا تيجي عليه، ان هو يبقى متواجد في الحدث. احنا ليه ما نوصلش للفكر ده؟ يعني ايه المشكله؟ هنا لازم يعني النهارده لازم اقعد احلل الكابتن اسلام، لا ده مش عارف ايه ده. انت مالك انت مالك، ده شغل الناس اللي موجود مش شغلك. صحيح. انت شغلك انك تشجع فرقتك لاخر ثانيه في المباراه عشان توصل اللي انت عايزه، لكن تستمتع مع من الكوره، انما مش تقعد انت عايز تحلل وعايز تتكلم على ده وتعمل. انا شايف حاجات غريبه بتحصل من ساعه ما رجعت، يعني حتى الناس بقت تستفز بعضها في السوشيال ميديا بشكل غريب يعني، ودي حاجه بصراحه شدت انتباهي. وما اعرفش يعني هل هو ده الصح وعشان انا اتصيد. بس خلي بالك قول في الاخر انت تقصد الجمهور ولا تقصد الناس عامه؟ حتى يعني انت ذكرت حاجه برضو قبل ما اخش، انت ليه بتتكلم على نجم مثلا غريبه جدا؟ يعني انت لا وخلي بالك مع احترامي ليك، يعني انت بتتكلم عليه ليه؟ برافو عليك. يعني انا بالنسبه لي لا ممكن اتكلم اقول حتى يعني ايه اقولها كونيا اللي هي يعني ايه بعيدا عن الاسماء والكلام ده كله. بعدين العلاقات محترمه جدا ما بين مجلس اداره النادي الاهلي ومجلس اداره نادي الزمالك، العلاقات جيده ما بين اللاعبين وانت عارف. صح. انت كل زمايلك اللاعبين يعني حازم امام ومدحت والطقم ده كلنا كنا مع بعض بنبقى قاعدين كلنا واحد في منتخب مصر. طبعا. فانا قصدي اقول لك انه في النهايه ليه تطلع مثل هذه الاقاويل؟ ما خلاص اللي حصل، واحد اتكلم يا اخي قال كلمتين وده قال كلمتين، لعيب هنا ولعيب هنا، سيب اللعيبه يتكلموا مع بعض وسيب ايه اللي دخلك؟ هو دي وجهه نظري، ما انا اقدر ارد على فكره. صح. انا ما ردتش النهارده ومستني اشوف ايه اللي هيحصل عشان لكن انا اقدر ارد وارد رد يعني قاسي. لا جدا. وانت موجود هنا عشان تدافع عن عشان انا بالظبط كده عن لعيبتك وعن فرقتك. الله ينور عليك. مش انت برضو انت انا مش عامل قناه النهارده برضو عشان كل واحد يتطول عليا، لا الله ينور عليك او على حد من او على حد من يا من قصدي ان احنا عليك ان هو على المنظومه كلها. انا اقصد انه ما ينفعش مثل هذه الامور. احنا دائما ما النادي الاهلي مش اسلام، النادي الاهلي ما يتحلى بالحكمه في مثل هذه الامور. المواقف او في مثل هذه المواقف بتلاقي النادي الاهلي دائما ما يتحلى بالصبر، يتحلى بالحكمه، لانه انت غلطت. طب يعني ايه لازمته الكلمتين اللي اتقالوا دول؟ اصل انا بقولهم في البرنامج الخاص بتاعي. طب ماشي انا هطلع انا وياسر دلوقتي نقعد بره هنا ونعمل لايف ونفتح البتاع ونعمل لايف ونقول بقى فيه كل حاجه، ولكن احنا دائما عندما نتكلم انا رجل مسؤول في قناه الاهلي، وبالتالي لما الواحد بيجي يتكلم بيبقى شايف ان الكلمه ممكن جدا جدا يكون ليها رد فعل كبير. هو الاكبر من كده يا كابتن اسلام ان انت لازم لما تبقى عارف ان انت قاعد في مكان زي كده، انت ما بتخاطبش ياسر اللي قاعد معاك في الاستوديو او الناس اللي موجوده لا انت بتخاطب ناس كتير جدا. شوف كام مليون بيتفرج عليك في الوقت ده. صحيح. شوف انت كده يعني لما بتقول حاجه مش كويسه انت بتسمم افكار الناس دي. انت بتعمل عداوه بدون ما تشعر يعني.
طب ليه احنا نوصل للدرجه دي؟ ليه مع انك انت قلت دلوقتي وانا اللي انا شايفه الفتره اللي فاتت ان العلاقات بدات كويسه جدا. هايله طبعا يعني الناس بدات تزور هنا وانا بزور هنا هي دي الرياضه، الرياضه اتعملت عشان نتعرف على بعض والمنافسه في الملعب والمنافسه في الملعب، لكن ما اتعملتش عشان نقل ادبنا على بعض او نهزق بعض يعني. برافو عليك.